هذا ما حدث يا طاغورة، وأنا من اقتحمت قصر السامق مع شائك وأخرجنا الأطفال. كم أنا سعيدة يا أوجينا، زوجي بريء. نعم، بريء من تهمة خطف الأطفال، فقد حافظ عليهم. فلماذا فعل ذلك إذن؟ خاف أن يخطفهم غيره فيؤذيهم. الآن فهمت، ولهذا قام بالمهمة بنفسه. وأنا شاركته هذا الأمر. ومتى عدت إلى القرية يا أوجينا؟ هذه حكاية طويلة يا طاغورة، وعلينا الآن أن نستعد. نستعد؟ لأي شيء نستعد؟ نستعد للوقوف مع نبي الله نوح. نبي الله نوح؟ هل دخلت في دين نوح يا أوجينا؟ من أول لحظة حدثني فيها شائك عن نبي الله. كم أنا سعيدة بهذا الخبر العظيم. الهدى هدى الله. لقد زاد أمر نوح عن حده يا والهة، فماذا نحن فاعلون؟ سنفعل أي شيء لإيقاف نوح وأتباعه. لم أكن أتصور أن هذا الدين سوف يدخل بيتي، بيتي أنا يا والهة. يا قويسة، نحن في خطر عظيم، وعلى الجميع التكاتف من أجل دين الآباء. أنا لا أتردد في هذا، ومستعدة لعمل أي شيء مهما كان للوقوف أمام نوح ودعوته. لدينا الكثير لنفعله. وما هو يا والهة؟ ما هو؟ أعلم أنك تحسنين التفكير. انتظري يا قويسة، سنقوم بعمل كبير. دين آبائي أغلى علي من نفسي، بل ومن ولدي وزوجي. إذن فانتظري. سأنتظر، سأنتظر يا والهة. حام، أعلمت أنهم سيقومون بحرق كل أشجار القرية؟ علمت بهذا، يفعلون هذا حتى لا يتوفر لدينا أخشاب كافية لبناء السفينة. وماذا نحن فاعلون إذا حدث هذا؟ لا أعلم، ولكنها كارثة بكل المقاييس. نعم، علينا أن نأخذ من هذه الأخشاب التي جمعناها لبناء السفينة. فعلنا هذا وكادت أن تنفد. وما هو الحل إذن؟ لا أعلم، المخرج عند رب العالمين. هل من الممكن أن تظهر الأميرة هوزاء لأراها؟ ما بال حبها يخترق قلبي؟ ولكن
كيف يمكن أن أصل إليها؟ فهي ابنة الأمير، وأنا والدي عدو للأمير وعلى دين غير دينه. لماذا عدت يا أوجينا؟ ولماذا عدت أنت يا قاصرة؟ عدت لأنقذ دين الآباء مما يفعله نوح ورفاقه، وأنا عدت لأنصر نوحا وأتباعه وأنصر دين الله. دين الله؟ ماذا تقولين يا أوجينا؟ نعم يا قاصرة، أنت تعلمين جيدا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. أفهم من هذا أن صداقتي ليس لها عليك أي حق؟ أي حق هذا وأنتم تحاربون رجلاً أن يقول ربي الله؟ أي حرب تقصدين؟ إنني أنقذ دين الآباء. أي دين هذا يا قاصرة؟ إنكم على ضلال. ماذا تقولين يا أوجينا؟ إنها الحقيقة التي لا ترونها، فقد عميت عيونكم عن الحق. سننتصر عليكم، فأنتم ضعفاء. هذا ما تعتقدينه أنت ومن معك. سنقوم بحرق القرية كلها. ليس غريباً أن تقوموا بهذا، فأنتم مجرمون. نحن ندافع عن دين آبائنا، ندافع عن ديننا. أنتم تدافعون عن مصالحكم فقط. سننتصر عليكم، سننتصر عليكم يا أوجينا. أنتم ضعفاء، ضعفاء. كدت أن أموت بعد أن خطفوا الأولاد يا طاغورة. بل كدت أنا أن أموت يا صلب. لابد أن نستعد لهم جيدا، لابد. هم يملكون كل شيء يا طاغورة، كل شيء. الله معنا. زوجي سام دائم التفكير في حال أبيه وأمي. لم أرى من قبل في حياتي زوجة تفعل هذا بزوجها. والها لا تفكر إلا في نفسها فقط. وأين ذهب حبها لزوجها؟ إنها لا تحب نوحا وتحارب دعوته. سبحان الله، لقد من الله عليها بأن يكون زوجها نبيا لتدخل معه الجنة.